أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من حصة البلاد اليوم. طبعا حلقتنا اليوم ستكون موضوعها الأساسي يتعلق بالجانب الأمني، لا سيما المتعلق بالعمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف التشكيلات الأمنية في بعض مناطق الوطن إثر محاولات بعض المجموعات الإرهابية تنفيذ هجمات متفرقة هنا وهناك. نتحدث في توقيت هذه التهديدات الإرهابية وكذلك حول ردود فعل الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية ضد هذه الجماعات الإجرامية، كما نتحدث أيضا ربما عن الموضوع الأمني هذه المرة ليس في الجزائر وإنما في الجارة ليبيا الذي بدأ يفرض نفسه شيئا فشيئا طيلة الأسابيع الأخيرة. إنه موضوع الغارات التي يشنها الطيران الحربي المصري ضد أهداف يقول الجيش المصري إنها لجماعات تهدد الأمن في ليبيا وأيضا الأمن في مصر على ضوء عدة تفجيرات حصلت في مصر. نتحدث عن الخلفيات السياسية وعن موقف الجزائر إزاء هذه العمليات، خصوصا أن الجزائر دائما ما كانت تصر على عدم مزيد من عسكرة الأزمات والمشاكل في الإقليم. كما نتحدث أيضا عن موضوع أمني هذه المرة في أوروبا في بريطانيا، إذن هو الهجوم الذي حصل في لندن مساء أمس أو ليلة أمس وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات. طبعا هو هجوم يعتبر الثاني أو الثالث حتى في ظرف أسابيع قليلة تشهده المملكة المتحدة. نتحدث عن التهديدات الإرهابية في القارة الأوروبية، عن توقيتها، عن أهدافها، وعن الرسائل التي ترسل من خلالها على ضوء جملة التطورات التي تحصل في العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. هذه المواضيع وأخرى بما فيها من أسئلة، بما فيها من نقاط، أسعد أن أثيرها رفقة السيد محمد خلفاوي الضابط المتقاعد والخبير الأمني. سيد خلفاوي أهلا بك ورمضان مبارك. أهلا بك. أهلا سيد خلفاوي. إذن عمليات أمنية في البليدة في العديد من ربما مناطق الوطن على ضوء ربما الجماعات الإرهابية حاولت أنها تقوم بعمليات استعراضية في شهر رمضان، يبدو أن الردود كانت جاهزة. بسم الله. كلها تعودنا بالتعبير هذا وكلمات هذه جماعات إرهابية، وفعلا كانت تضرب في مثلا شهر رمضان كان مفضل للعمليات تاعهم عشناها مع الهجية في استعراض يعني رمضان؟ فيه استعراض، لكن خاصة هما لهم فتاوي أخرى الجهاد في رمضان عنده يعني ما أكثر وإلى آخره. دوك انما كنا نقولوا جماعات، اليوم مانيش شايف وين هي الجماعات. احنا رانا حسب المعلومات اللي تعطيها وزاره الدفاع هما اشخاص، سواء واحد ضرب والا واحد سلم نفسه والا يعني الجيش كان قام بعمليه ووقف يعني بعض من الارهابيين والى اخره. لكن ما هي، من هي هذه الجماعه؟ ماذا يريدون؟ ما هو المخطط نتاعهم؟ ربما ما نطاش كما بكري السي خلفاوي بنفس هذاك الاطار التنظيمي، مجموعه فيها عناصر، فيها ما يسمى بالامير. اليوم اصبحت وكانها يعني عمليات منفرده هنا وهناك، شتات هي في مناطق متعدده. هي عمليات منفرده صحيح، كما اللي سمعنا امس وقبل امس في الفرونتير في الحدود الليبيه والى اخره. صحيح انها عمليات منفرده، لكن انا وانت كمواطن نقول انما ماذا بينا نعرف احنا، ما يغيبش هذا على قوات الامن والاستعلام باش يديرون هذه الخريطه وهذه لا ستركتور هذه. طبعا هي معلومات ربما خاصه بهم، مش راح تكون يعني معلومات تنشر في الصحف وفي القنوات. قد تنشر لانه اذا كان في هذا التوقيت، اذا كان هي اذا كان هي مجموعه تنتمي الى فلان والى فلان، في حقنا نعرف، في حقنا يعني نقدر نعرفه، ماهوش يعني سر اللي راح يغير الاستراتيجيه ولا راح يقلص من قوه الضربات ولا نو. درك اذا كان فيه اهداف اخرى عسكريه هذيك ما نطلبوش احنا نعرفوها. اليوم السيد محمد خلفاوي كيفاش نقدروا نوصفوا هذه الهيكليه تاع هذه الجماعات، او ان صح التعبير هل بقيت فيها هيكليه ربما؟ فيها تنظيم، فيها تفرع هنا وهناك. شوف كل فرد مقاتل كما يسموهم او شيء يضرب عنده ان سوتيان وراه.
عنده جهه داعمه وقائده عنده, عنده دعم وراه اللي يعطيه السلاح اللي يعطيه الذخيره اللي يعطيه الاموال اللي يعطيه اللي ينعتلو لي سيبل اللي يورونتي والى اخره. دونك ما نقدرش نقول اذا فيها مجموعه. من هي هذه المجموعه؟ كيف تمشي؟ كيف تنمو؟ كيف يعني كومون دول بيز هذه الانرجي هذه لافورس هذه منين؟ لما نعرف هذا فالتخطيط يولي اسهل، ما نقولوش سهل، انما يولي اسهل. اسهل من حيث التفكيك، من حيث الوصول الى مصادر هذه الجماعات. نوصل للمصادر هذه، نعرف الخلفيات، نعرف الاسباب، حتى يعني نقدر السياسه تاع الوطن تتغير او تاخذ بعين الاعتبار هذا لي ليسي بور كونت ولا ماشي عفواش هذه العلاقات مع ناس اخرين. ربما انه قضيه انه هذه الجماعات الارهابيه ومحاولتها ربما انها تعيد بعث نفسها او بعث صورتها مجددا انها موجوده وانها فاعله وانها نشطه، تلجا احيانا الى بعض الهجمات تشبه هجمات انتحاريه، يعني في النهايه تهاجم مثلا حاجزا للدرك الوطني في منطقه معروف انها منطقه امنيه وانتشار كبير للجيش. في النهايه شفنا الجيش كيف هجم وكيف قضى عليهم يعني بسرعه، يعني اقرب الى العمل انتحاري. لازم تدخل في الفكر نتاع المقاتل هذا ولا الانتحاري هذا اللي ينتحر بالطريقه المعروفه نتاعهم، هو الغرض منه واش؟ واش راح يجيب؟ مش واش راح يصرى له؟ واش راح يصرى على باله؟ راح يموت. طال الزمن ام قصر راح يطيح. اليوم راح يدير عمليه انتحاريه او شيء اخر، فواش راح تجيب هذه العمليه؟ يريد الصوره، يريد الاضواء، يريد راح تجيب يعني تعطي نتائج صح ما تشوفهاش يعني بصفه بمانيير تري سبيكتاكولار، ما تشوفهاش النتائج، انما فيه نتائج لو تنظر وتتبصر مع المجتمع الجزائري وتسمع ما يقال هنا وهناك تشوف باللي فيه نتائج. فيه نتائج، فيه نتائج تذكر الاعلام، لكنها في النهايه نكمل الجمله جمله ماشي فيها. فيه نتائج تذكر بالتسعينيات، في صور اتذكر بالتسعينيات. هذا هو هدف الارهاب، يريد احياء هذه الصوره؟ مش احياء، الاحياء هي يبدو لي انا لم تموت يعني لا يومنا هذا، ليس الاحياء بل يعني اون فورسي باللي رانا هنا ورانا مازلنا نتقدموا. اللي وخر يشوف باللي راني توجور لا، يشوف باللي رانا قادرين دائما نقوموا بالضربات، وبالتالي تبقى الحاله سيتادير سيكونسي. ربما انه هذه المحاولات تكون فيها اضرار عكسيه، يثبت فعلا انها فيها عمليه يعني استعراضيه اقصى شيء، يعني ما فيهاش يعني فيها نتيجه. هما بالنسبه لي امر يعني يخلي الانسان يعني يتفاجئ او من لا هذا. انا فهمت فكرتك، هي حتى الاستعراض ليه فائده لهم، هما لا بوبليسيتي فيها فائده لهم، لو فات اللي لا تيليفزيون تاعنا تتكلم وتقول باللي فيها ارهاب يسلم فيها شيء، فيها فائده لهم. هذا هدف من اهدافهم. نعم فيها فائده لهم هما، لانه يعرفوا باللي الشباب ولا المقاتلين ولا مازالوا في نشاط، لا نضربوا في المكان الفلاني، رانا مازلنا متواجدين، ما تفشلوش، وا وا وا، يعني فيها ترافاي بسيكولوجيك لهم باللي وكانه فيها استراتيجي يخدموا بها، لكن استراتيجي ادابتي مع الوضع لانه ضعفوا. نعم خلينا سي خلفاوي الان نمر الى قضيه ربما امنيه اخرى، هذه المره في دولة جارة في ليبيا. في هذه الفوضى الأمنية، في هذا الانقسام الكبير في ليبيا، ثلاثة جيوش ميليشيات لا تعد ولا تحصى، ثلاثة حكومات. اليوم في هذه الخلطة الليبية عنصر جديد، قصف مصري. قالت القاهرة أنها تنتقم لتفجيرات حصلت فيها، خصوصا تفجيرات الكنائس، وهي تريد فعلا أن تدفع هذه الجماعات الحساب في ليبيا. قراءتك لهذه الهجمات المصرية؟ ما أولا الهجمات المصرية هما ليست الأولى، هذه الهجمات مصر ضربت قبل هذا، لكنها كانت يعني عملية محدودة. هذه المرة ولينا نشوف كل يوم يومين فيها قصف مصري. نعم هي أولا، وخليني نبدأ بالأول ربما ومن بعد نرجع لمصر إذا كان لماذا. شوف يعني تلاحظ الدول العربية تبداها من العراق وتمر ليبيا مباشرة، ضربوها للرأس.
يعني لما يروح النظام لي اوتور دوكال لا سوسيتي سورغانيز كي سيكوريزي، يصعب عليك من بعد باش ترجع الاستقرار، لازم ترجع الراس ليجمع الجميع ويعاود يفرض النظام. نعم، تشوف العراق رجعوا لهم داروا لهم دوله والى اخره، نظام جديد، ورشحوا نسيت الاسم تاع الرئيس اللي جا من بعد صدام حسين والى اخره، لكن العراق ما زالت في حاله. اليوم حاولوا يديروا ابوبري نفس الشيء مع الفراج لو غوفرنمون هذا اللي راضيه به كل المجموعه الدوليه، كل راضيه به الا ابارمون الامارات. تقصد السراج؟ نعم. ايه واش قلت السراج؟ نعم. الا الامارات، مصر والاردن يبدو لي ايضا، الاردن ثاني ما يعني هم دول يعني في محور راه واضح يوضح جدا. مصر تضرب سوتوني بار الامارات ماليا والى اخره، مصر تضرب باش تبعد عليها شبح لوي داعش، معناها داعش راهم يتكونوا ويخطوا في ليبيا ومن بعد يجيو يضربوا، وبالتالي انا نضرب في المكان نتاعهم ما نستناش حتى يوصلوني. خطه باف سافو سكو زعما. لكن ماذا يريد السيسي في هذه في الحقيقه؟ لانه اذا كان فيه داعش في مصر، هي مناطق بعيدة عن الحدود المصرية، بعيدة عن التراب المصري، وبالتالي هنا يقول لك كيف لهذه المعاقل أن تفرخ لنا جماعات وأن تنتج لنا تهديدا على الأراضي المصرية، ما دام أنه جغرافيا على الأقل ادعيات بعيدة. فقط من طرف مصر، يقول لك أولا يبعدوا عليهم الفكرة تاع داعش في مصر، لأنه لو كان داعش في مصر فال لو كونسيي دو سيكوريتي قبل هذا يقول لك وين كاين داعش نضرب. اذا ما يضربش في مصر لانه ما فيهش داعش، داعش يجي من ليبيا. الحاجه الثانيه هو مصر عندها هدف، الهدف اولا تقوي حفتر. حفتر معناها نوصلوا الى حكم عسكري ربما يشبه لمصر. المهم ما يكونش ديمقراطي لانه راح يقلق مصر لو يكون ديمقراطي. باش يكون ديمقراطي لازم السراج هو اللي يوصل. دونك لو بروبليم هنا طونك، لانه ما تفهمش كيف يعني كل الدول المجتمع الدولي يسوتيان السراج. وانت ثلاثة بلدان ما تقدرش دير عليهم ضغط، وفي ثلاث بلدان تابعين امريكا، الجيش المصري تابع امريكا، واش اسمها الامارات تابع كيف تحت غطاها الحليف الامريكي. لا دي باز ميليتار تما سور بلاس. الاردن نفس الشيء، كلهم يضربوا امريكا، ما حركتش يعني ساكن في هذا الامر. دونك لهنا يا ان بروبليم، وين باغيين يوصلوا؟ لانه طونكو كاين التدخل الدولي، طونكو كاين السلاح الداخل، فيصعب تلقى الحل، صعب كثير. وهذا الهجمات وهذه العمليات والغارات المصريه على ليبيا، نعم، مش راح تضيف المشهد الليبي؟ مش راح تزيد تمد من مؤشرات ومن ملامح للمستقبل؟ لا، هو تخلي حفتر يتقوى ويتقدم سولو تيرا، ربما نيتواياج دو تيرا باش يتقدم حفتر. من بعد كي تدخلوا نيغوسياسيون وشكون اللي راهو في التيرا هو اللي قوي. خصوصا انه بدا الحديث ربما في الاونه الاخيره في ليبيا انه راح تكون ربما فيه توافق بين حكومة السراج وبين حفتر، وراح واحد يكون يعني رئيس الوزراء، واحد راح يكون قائد الجيش، وتتوزع القوى بالتساوي. هذه العملية يعني إلى أين تمضي؟ توت لا كيسيون لهنا نتاع لي بي سو ديفلوبي هادو، أين تكون في يد من تكون قوات المسلحة؟ لأنه غدو يكون السراج بي أن بتي كو ديتا، واحد ما هضر مع الآخر، ما فيها حتى كلام، فهمت؟ يصعبوا له الخدمه، يكثروا له التيروريزم والى اخره، وفي لابوندون راح تفرض هي الطريقه. ان توكا يكون تم القوه العسكريه تكون تم. ما نساوش شيء في التاريخ، التاريخ يبين وبين للدول اللي وصلت للاستقلال او الاستقرار بحركات عسكريه، ففي اخر المطاف كان العسكر هو اللي يسير وليس سياسي. ومن وصلت بحركات سياسية كان السياسي يقرر والعسكري ينفذ. واليوم
السراج لو ينجح يولي السياسي يسير والجيش ينفذ قرار سياسي، ولكن كان العكس فيكون العكس. الأمور ربما في ليبيا أكيد أنها للأسف تتجه نحو مزيد من العسكرة، نحو مزيد من التأزم العسكري. الجزائر دائما ما كانت تقول أنها ضد مزيد من العسكرة، ضد مزيد من التأزيم العسكري للأزمة الليبية. هذا الموقف كيف يترك الجزائر في أي موقف وهي تشاهد هذا الوضع؟ هذا ما هوش موقف، هذه فكرة، فكرة أي واحد يقول لك مثلا. إنما لما تكون موقف لازم تغذيه الموقف هذا، لازم تعطيه الآليات ليفرض نفسه بها. تحاول، هي تحاول. شفنا حتى أنه زيارة وزير الخارجية اليوم سيد مساهل لما كان وزير منتدب مكلف بالمغرب العربي والاتحاد الإفريقي، زار حتى مناطق في ليبيا وقام بجولات يعني ميدانية في ليبيا. يعني مجهودات جزائرية واضحة جدا في هذا المجال، في هذا الاتجاه. ربما مش نتكملوا يعني نفس مع سيرتا في نفس الكلام، لكن ما نشنا في نفس الرؤية أيضا. لما نقول لك أنا نعاونك، نروح نهضر عليه وشي، تقول لي أنا ماشي بالهضرة، أنا نحتاج المال، أنا حتى حاب نشري لباس، أنا ماشي تعاوني بالكلام، أنا فهمتني. دونك أنا باش نعاون لازم نلقالوا لي سوتيان لهذا السيد، لازم نلقى لي سوتيان لهذا، ونحاول نفشل من الجهة الأخرى، لأنه طونك لي زارم يتوقفوا ولا طونك لي زارم ما توقفوش ما راحش توصل للحل، فهمتني. يفو ترافاي لي مينيس. شكون هو السوتيان تاع السراج هذا؟ هذا لا كواليسيون هذه، ولا لي زيطا هذو اللي يعني كي سوتيان السراج. واش مدوا له من حفتر مسلح اكثر منه؟ حفتر عنده جيش بوتي تابتي راهو يتخوى ويصبح اقوى منه، عنده حتى طيران فعلا، فهمتني. الاخر عنده ضده الميليشيات، وميليشيات تساعده لكن افيك دي كونديسيون، ميليشيا ولات ضد عليه، ميليشيا يعني سي ديسوت، فهمتني. دونك اون سوتيان كوا تقريب شبح، ماشي شبح على كل حال، لكن شيماتيكمون سي با بون دو فير ثاني دي شيما، يعني ما كانش الجزائر وتونس والدول الاخرى ماشي غير الجزائر. نعم لذا على عاتق الجزائر. نعم سامحني لانه المضرور ايضا نورمالمون تشاد توشي ثاني، السودان من هنا كيف واش راهو صاري؟ لماذا نغذيو احنا في الطائفيه وفي المشاكل هذه ونخليو خاصه التدخل الاجنبي؟ طونك فيه تدخل معناها كاين دي فورس راها مضاده وكل وحده راهي اليمونتي من جهه. هذا ماذا ينتجه على الجزائر من تهديدات امنيه ومن استحقاقات امنيه ومن استنفار امني ربما في ليبيا؟ هذه الهجمات وهذا القصف المصري على اهداف في ليبيا. ليس الجزائر بصفة مباشرة، لكن بغير مباشرة، غير مباشرة نعم، خاصة تاني على أوروبا هذه الهجرة وإلى آخره، لكن سورتو سي وين حابين كيلي لو شيما ولا كيلي لا سوليسيون فينال. هل تكون تساعد معناها ماشي تساعدنا، لا ما ضرناش، حنا ما نحوسوش تساعدنا، نحوسو ما ضرناش، تساعد ليبيا، تساعد الليبيين، حنا ما نحبوش نكونوا مضرورين فيها. نقدروا لكن بإرادتنا بالإعانة اللي نمدوها ننضر ونعون، معليش احنا اللي أردنا هذا، وبالتالي معليش. أما المجتمع الدولي ليبوكريزي، ليبوكريزي هذه للسراج و و و وشي الأمر الواقع ولا في الواقع تشوف أشياء أخرى تجري. واش مساهل يدور ولا ما يدورش، خلينا يعني الوزير ما بارد مساهل ماشي الأسماء، انما هو والا يجي من المنتدب هذاك اللي باعتينو ليبيا والى اخره، اون سويت من بعدها واش كاين؟ لازم نوصلوا الى حد حل باش الليبيين قادرين يتفاهموا، قادرين يتفاهموا بينهم بعض، يوصلوا الى ديناتور كومان، ان مينيموم كونسونتي من جهه وجهه، لما يديروا ان برومي غوفرنمون يتفقوا عليه كل فيه يفرضوا عليه حاجه. نفرض عليك حاجة، لما يتوقف القتال، لما نديرو اون كونستيتيوسيون، نديروها دابور ماشي كيما الشعوب الأخرى، اون كونستيتيوسيون اللي تكون مقبولة من عند الشعب، دونك ريفيروندوم عليها، اون سويت نتعاهدوا نمشيو تو سويت للانتخابات.
هل هذا السيناريو هكا لا سراج ولا شيء راح يكون سهل، خصوصا انه بدات وسائل الاعلام يعني في الغرب يعني تنشر وتسرب خطط لاداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول مشروع فعلي وعملي هذه المره لتقسيم ليبيا، حتى انه كبير مستشاريه لما كان في الحمله تحدث حول هذا الموضوع وفيه عديد من الملفات انه تقسيم ليبيا مشروع جد قريب في اجنده ترامب. قلنا هذه قلنا، ولذا ان نقول انه لي فورس هادو اون بريزونس ما لازمش يدخلوا الدول من الخارج. كل دبلوماسي اللي كان حابه تحرك اولا تحاول هذا الايمان، باش الدول الكامله تروح الامارات ولا شيء ولا لمصر وقال توقف هذا الامر والى اخره، بون بالطريقه تاعهم ماشي توقف هذا الامر فهمتني، دونا نيزون لا فورس نيسيسار سينو اون با انترفيني حنا تانا نعاونوا هذا الاخر. خليها تكون اون غير اونتر بوليتيك اي ميليتار ان بوليتيك افيك لارمي تاعو ان ميليتار سوتوني بار لا كوميونيتي انترناسيونال. نظن هنا لو شومي تراسي باينه وين راح لمن تكون لا فيكتوار فينال للشعب الليبي بالغوفرنمون تاعو، لكن الغوفرنمون يتعهد بلي باس او زيليكسيون حره ونزيهه، صحيح ماشي مسخير، حره ونزيهه باش الشعب الليبي يختار من يريد. الى سا بو ديماري اسكو سا با انتريسي سا با ماشي سا با انتريسي اسكو سا با ارونجي مصر ولا سافا رونجي الجزائر ولا سافا رونجي تشاد ولا غير، هذه ما نبانش جي لي دوت. لان ننتقل ربما من ليبيا الى اوروبا والى ربما شمال اوروبا الى المملكه المتحده، امس هجوم اخر استهدف احد الجسور في العاصمه البريطانيه لندن اسفر عن مقتل 6 اشخاص وجرح العشرات، ضربه امنيه كبيره لبريطانيا في ظرف اسابيع، حوالي هجومين او 3 هجمات تعرضت لها المملكه المتحده، ما الذي يحصل بالضبط يعني بمنظور امني؟ شوف بالمنظور الامني بون سيت ان اكت تيروريست كيما تاع مانشستر كيما تاع لندن كيما تاع الباتاكلون تاع باريس والى اخره، انما الشيء برك يعني اللي يلاحظ في رايي هو انه الضربه الاولى تاع مانشستر تزامنت تقريب مع زياره ترامب لفلسطين فلسطين، نربو انا خليت بالي قلت ربما عمليه يهوديه حتى يتراجع، قال واش راك دير بلا ما يعني بنفسهم، قال فوالا واش راه صاري من عند هاد المسلمين والى اخره، يعني عمليه كي بو ديستابيليزي شويه لورينتاسيون، لانه ترامب ابارمون حسب ما يمشي ماشي الى دويله فلسطينيه. يعني دونك الضربه هذيك وصلت تزامنت مع الاخر، قلقتني انا شخصيا هكا قلقتني، انما خلطت شوي حسابات بالنسبه لي يعني نقول لك تحليلي ماشي دونك ماشي غير هذه. على كل حال انا نذكر نهار فرنسا حبت تعترف بفلسطين لي زاتاك تيروريست اللي صراو في فرنسا، شيء غريب يعني شيء مدهش، ضربات بون باين من جايه سوني من داعش، ويقول لك اي داعش روفونديك، خلينا من الحكايه تاع داعش ريفونديك، ليش نيكزيست بلو هذه داعش هاي؟ كان فيه تنظيم يعني اعلن مسؤوليته في النهايه. راجل اي واحد درك يبعث لك يقول لك اعلن داعش ولا وين شيء واضح من هي داعش هاي؟ يكشف لك اسم هويه المنفذ الهجوم وعمره وحتى احيانا يبث حتى وصيته ورسالته. ما بقاوش سامبل على كل حال، لكن ناقشنا في امر كما هذا ما لازمش نبقاو سامبل. يقدر يكون هويته ومخدوم من ناس اخرين سي فا ترافاي بور اون اوتر فورس وخلاص، يعني ما ندخلوش في ان ديتاي كيما سيني طول وسي ترو في كي يدخل بزاف في ديتاي يولي يعني وطبيعه الهجمات يعني حتى ظاهرا السيد خلفاوي كيف نصفها؟ احيانا يبدو وكانه فيه تناغم واحيانا نشوفه ما فيه تناغم، عملية هنا منفردة هناك وعملية هنا وهناك، كيف نصفها يعني؟ هل هي فيها جانب تنظيمي مهيكل واضح أم بدون شك الذئاب المنفردة هنا لا وهناك كل واحد يتلقى إشارة بسيطة وينفذ بدون شك؟ شوف ضربة مانشستر، شوف القوة تاع لو سيرفيس دونسينيمون انجلي وصل حتى ليبيا ولقى باب السيد دار وخوه فهمت وخداهم وتبع، سيتادير لقى بلي سي توت اون فيليير سي توت اون اورغانيزاسيون من وراه من وراء هذيك العملية، ماشي شخص وحده هكا تاع مانشستر نتكلم لك. بون مشى وبحثوا
دونك من الناحيه الارهابيه ومن ناحيه لي سيفي دونسيما يا اون اكتيفيتي كاين نشاط قوي قوي بزاف، لكن الارهابي ما تعرف ارهابي حتى نهار يرمي عليك سينو انت ولا منو الارهابي. وان كان يعني في فرنسا مثلا كانت عندهم يعني شبهات قويه انهم ممكن ينحرفوا امام العمل الارهابي في النهايه نفذوا، ويقول لك يعني الاجهزه الامنيه انها كانت تشتبه فيهم بصوره كبيره. احنا دائما نفكروا بالاسبري نتاعنا نتاع عايشين في النطاق في دول ما عندهاش المعنى نتاع الانسان، ما عندهاش المعنى تاع الديمقراطيه اللي هي سي اوتر يفوري فريشير. كيفهم كيما مره يتكلم لي واحد على لا بلجيك واش صرا فيها. لا بلجيك سي ان بيي اللي يعترف بالاسلام ويقريه في 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 المدارس، عنده حتى مار كيما نقولوا احنا مار، ما عندهمش مار ملي كونطون مار اسلاميست من الحزب نتاعو اسلاموي عمدة لندن مسلم صدير خان. نتكلم على بلجيك فيها ياه. دونك يبدا هما ما قدروش يسمون انه المسلمين ولا غيرهم، فان صح عنده انتماء عنده سي سوبجيكتيف، لازم يدير لاكت باش نقدر نقول. الشيخ الفاوي ربما في الختام نطرح سؤال دائما قديم جديد، هل اوروبا اليوم عبر هذه الهجمات في بريطانيا وقبلها هجمات في فرنسا وفي بلجيكا يعني تعاني من نفس النار التي اشعلتها هي اليوم تحترق بها؟ خصوصا في هذه الموجة ما يعرف بالربيع العربي وعدم الاستقرار الذي مس الكثير من الدول. هي استراتيجية نتاعها اقتصادها ونفسه سياستها ما تقدرش في بلادها، لازم تمشي لبلدان أخرى باش تمشي لبلدان أخرى يعني تبسط يعني قوة يعني يا تتطور يا تنهار يا تنهار يا تولي كيف ناسو ديفلوبي. دونك دون سيت بوليتيك دون سيت اورونتاسيون نتاعهم لازم يوصل الشيما نتاعك انت كما يحبه هو بلادك كما يحبها هو باش يقدر يتوميتريز بالناس اللي يحطهم هو والا بغيرها يفوك يتوميتريز. دونك هو كي راه تشوف ماكرون قبل ما يولي بريزيدون دو لا ريبوبليك توعد باش يضرب في سوريا واللي ما وصل قال لك نضرب. الحاجه الاولى اللي راح مشى متكل على الجيش معناها بارونغار يسميه تيروريزم كي تيروريز لوطر ما عملناش يعني في الوقت هذا وكي تيروريز اسكو سي لافياسيون امريكان اللي طرقت العراق وسوريا والى الضربات هذه تاع باتاكنون تاع الاخر من هو كي تيروريز لوطر مازلنا ما فيش في هذه الشعوب هذو كي تيروريزي لالجيري لو كولونياليزم الفرنسي ولا لالجيري اللي راحوا تما ايميغري مساكن يحوسوا على الخبزه مش عارف كي تيروريز لوطر. فعلا هي اسئله تبقى عالقة وتبقى دائما متجهة إلى إجابات. أشكرك جزيل الشكر سيد محمد خلفاوي الضابط المتقاعد والخبير الأمني على جملة هذه التحليلات بخصوص العمليات الأمنية هنا في الجزائر وأيضا في ليبيا وحتى في أوروبا وفي بريطانيا تحديدا. أشكرك جزيل الشكر ورمضان مبارك مرة أخرى. شكرا مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من البلاد اليوم، إلى مواعيد أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.